ألف ألف مبروك للاتحاد أبو أميرة. شوف، هذه المباراة تقول فيها مكاسب كثيرة. أول شيء الاتحاد ناقص كثير من عناصر وإصابات كثيرة بالتأكيد. حبيبك جوتا ما شاء الله، يعني مبيض وجهك يا وجود، أنت دائما تتكلم عنه وفعلا كل ما يلعب كل ما بيأدي وبيسجل. اليوم أحد نجوم المباراة هو بالتأكيد، يثبت أنه فعلا كان من الخطأ الاستبعاد هذا اللاعب في المسابقات المحلية. المكاسب إيش هي؟ طبعا عودة حجازي اليوم، لعب حوالي 60-70 دقيقة، كان رائع حقيقة، ممتاز، لاعب كبير خبرة كبيرة، غايب هذا الغياب كله، اللاعب الخبير اللي يلعب بعقله يلعب بهذا الأداء في مباراة مثل هذه. المباراة ما هي سهلة ضد فريق المنافس المباشر، وكان لابد أنك ما تخسر، لو خسرت ممكن تفقد الصدارة، مش ممكن. لهذا كانت المباراة صعبة. في التشكيل هذا الاتحاديين قبل المباراة حاطين الدم على قلبهم، ولكن بصراحة يعني اللاعبين، يعني في مجموعة من اللاعبين تفوقوا على انفسهم وقادوا البقيه في المباراه. يعني المعيوف ما شاء الله تبارك، يعني تتعب تكلم الحارس الكبير هذا ما شاء الله عليه، انقذ كثير من الفرص. حجازي اليوم كان متالق، فابينهو اليوم بعد غياب فترات طويله فنيا واصابات قدم مباراه كبيره، جوتا ايضا بالتاكيد نص اللاعب اللي اتمنى الاتحادين يرضى عنه اليوم، اللي سجل هدف عالمي صالح العمري. دائما نتكلم عن الموضوع هذا، جمهور كثير من الاتحاد يعني عتبانين عليه، اليوم ان شاء الله صالحكم بالهدف الجميل، وادى مستوى رائع، لعب اليوم كعشرة، يعني ما لعب على الاطراف، لعب تحت راس الحربة وقدم اداء رائع. حمد الله لما يتعاون مع اللاعبين يظهر حمد الله، مش لازم تسجل، شو الهدف الثاني الكل صفق لك لانك عملت، رحت اخذت الكورة ودرت بالكورة وحطيت باص رائع لجوتا، سجل جوتا. كل ما في المباراة مكاسب للاتحاد، الفوز تأكيد الصدارة، الفوز ليش؟ معنويا الفريق ما شاء الله منذ قدوم جاردو الفريق قاعد يعني قاعد يفوز رغم الغيابات الكثيرة. كل التوفيق للاتحاد، أتمنى كلنا كسعوديين أن الفريق هذا الإصابات تعود بعد 3 أسابيع تقريبا، نشوف الفريق هذا في كأس العالم يتجلى ويبدع وينجح.